اليوم جيتكم بطاجين مغربي بالخضار فقط، بدون دجاج، بدون لحم، بدون سمك. صحي جدا، كله خضار متنوعة. ممكن تبدلوا بيه في هذا رمضان. هذه هي تشكيلة الخضار اللي درت أنايا. ممكن تستعملوا أي خضار عندكم متواجدة في البيت وتستعملوا نفس التتبيلة. غادي يجيكم طاجين روعة جدا، صحي ولذيذ وخفيف حتى على المائدة. نخليكم مع المقادير والطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم غادي نديرو واحد الطاجين غير بالخضرة، يعني لا يتيه من يعني بلا لحم بلا دجاج. اليوم غادي نديرو غير الخضرة، والواحد راه حاجة صحية في هذا رمضان، يريح الواحد المائدة ديالو. كذلك أي خضرة عندكم في البيت ممكن تستعملوها. أنا اليوم نستعمل البطاطس، القرعة الخضراء أو الكوسة، الجزر، عندي البصل، غادي ندير الثوم، غادي ندير الفلفل الاحمر، وعندي القوق او الخرشوف اللي عندهم بالحامض، وعندي الحامض المصير، عندي الفلفل الحار، وعندي شويه ديال الفول مسلوق. والتوابل نحتاجو الملح، الفلفل الحار، الفلفل الاسود، الخرقوم، الزنجبيل، سكنجبير، وزيت الزيتون بالطبع. يلا نبداو على بركة الله. ناخذ اولا واحد تزليفة هكذا، نديرو فيها التوابل، نديرو فيها الملح، شويه ديال الفلفل الحار اللي ما تيبغيش ما يديروش، الفلفل الاسود، الخرقوم البلدي، الخرقوم البلدي، نصف نصف ملعقة على حسب الكمية اللي عندكم، الزنجبيل، شوية ديال زيت الزيتون. غادي نجيب الثوم قبل ما ننسى الثوم. انا عندي الثوم غبرة، اللي عنده فريش طري ممكن يديرو الثوم. نحطو هاد العناصر، نبداو نشكلو دابا الطاجين ديالنا. دابا غادي ناخذو الطاجين ديالنا، غادي نديرو فيه شويه ديال زيت الزيتون باش ما تلصقش الخضره. غادي نديرو البصل ديالنا، نحطو البصل في الاول، البصل المشنف، ثم غادي ناخذ ديك التوابل ديالنا. غادي نبداو ندير ندوزو فيها البطاطس، نمرر البطاطس هي الاولى اللي غادي نحط في التوابل. نستمر هكا حتى نكملوا البطاطس اللي عندنا كلها. فاش تمرروا الخضره ديالكم في التوابل اولا تجي لذيذه. ممكن الطريقه الاخرى، الواحد حتى الاخير ويزيد عليها الماء ديك التوابل ويدير يصب من فوق على الكل. تبقى تستيفة ديال الطاجين كل واحد على حسب الذوق ديالو واللي متوفر عنده. يعني اي حاجه متوفره عندك راها ممكن بها دير بها طاجين ديال الخضر، تيكون صحي ولذيذ بزاف. دابا ندير الجزر الخيزو، تمام، تنحاولوا نسقوا الالوان ونديروا الشكل يكون جميل لان حتى العين تتاكل.
نديرو بحال طبقات. من بعد هذا نمرر كذلك هذيك الكوسة أو القرعة هي في التوابل، ونبدأ نستفها بهذا الشكل. قطعتها دوائر، ممكن تقطعوها بشكل طولي اللي حبيته. وهنا عندي داك القوق او لا تقولوا له الخرشوف في البلدان اخرى، قطعتهم على نصف تمرمرهم في التوابل. وهنا عندي الفول اللي سلقت، فول الاخضر تا هو نديرو من فوق هكذا، نزين به بحال الجلبانه. اللي عنده جلبانه ممكن يدير جلبانه. والقوق هنا راني نستفوه هو اخر حاجه هنايا من فوق. قطعتهم انصاف دوك اللي عندي. من بعد هذا ندير الفلفل الاحمر كذلك نستفو باش يكون واحد التناغم في الالوان. الواحد ماشي دائما يدير طاجين بيكون باللحم ولا دجاج ولا سمك، يعني ممكن الواحد يديره غير بالخضر وتيكون لذيذ وصحي. وهنا تندير الحامض مصير، تضيف واحد اللذة للطاجين بزاف الحامض المصير مع زيت الزيتون وديك التوابل. وهنا مزيود ديال الحر اللي عزيز عليها الحر، فلفل الحر. ضفت هنا شويه الماء على البقيه ديال التوابل ونصبهم على كل شيء من فوق. صافي، والطاجين ديالنا غادي يكون جاهز. وطبعا في الاخر نضيف واحد الخويط شويه ديال زيت الزيتون، زيت البلديه. دابا انا غادي نحطو على نار تكون مهيله مهيله جدا. نغطي هذا الطاجين ونخليه ينضج، ولا نطبخه على نار مهيله بزاف، عطيوها الخاطر. وتيغلي عاد شوفوا، لان ديك الكوسه والقرعه والبصلات يطلقوا الماء ديالهم، هذا كان محتاج شويه ديال الماء، ضيفوا شويه ديال الماء على الجانب. هنا راه شويه الله غادي يبدا يطيب. ها هو المنظر ديالو كيف تيكون، ما شاء الله راه جا روعه روعه جدا في الطعم ديالو. من بعد ما نضج يعني كله خضار، ولكن التتبيله ديالو مع الحامض والحار جا روعه جدا. نتمنىكم تجربوا هاد الخليط ديال الخضار بهذا الشكل هكذا. انا صافي راه استوى، انا تنقلب الخضار راه كلها رطبه، يعني واقفه قابطه القوام ديالها مزيان، ماشي معجنه، ولكن في نفس الوقت راها طايبه لانها طابت على المهل. القوق في الاخير راني كنت قلبته باش يطيب على الجهه الثانيه كذلك. صافي، الطاجين ديالنا راه هو واجد، مقلي مزيان، ماشي فيه الماء بزاف، في نصف المده لواحد شويه ديال الماء ماشي بزاف. صافي، دابا من بعد ما نطفي عليه غادا نزيد شويه زيت الزيتون من في الفوق في وقت التقديم. وبالصحة والراحة، نتمنى لكم تجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.